الموضوع اللي هكلمكم فيه موضوع طريف، موضوع طريف لأنه مرة كده وأنا ماشي بحب أسأل نفسي أسئلة كثيرة جدا، زي طيب هو مين اللي اخترع الساعة؟ كلنا لابسين ساعات في إيدينا، مين اللي اخترع الساعة؟ مين اللي اخترع الكرافتة؟ كلنا بنحط أكل في الثلاجة، مين اللي اخترع الثلاجة؟ قعدت كده أقول إن في بعض الشخصيات الكبيرة بنتكلم عن مخترع مش عارف إيه ومخترع إيه، إنما إن في حياتنا اليومية طول النهار قاعدين بنتعامل مع أدوات وأشياء وبناخدها كده أنها حاجة مسلم بيها، ومحدش يفكر طب هو مين اللي اخترعها؟ مين اللي اخترع القلم الحبر؟ طب مين اخترع القلم الجاف؟ مين اخترع قلم الرصاص؟ مين اللي اخترع الورق؟ لا كونتي مش ممكن، وانا زي ماتيماتيشن ما لخبطيش ما بينهم. ففي حاجات كتيره في طب على راي واحده مقوله حكايه مين اخترع قلم الرصاص؟ طب مين اخترع الدرايه؟ طب مين اخترع الدرايه؟ فانا النهارده هحطكم في رحله صغيره كده نلف في الحاجات اللي احنا بنعيش معاها كل يوم دي. يعني مثلا كتير ناكل الصبح يقوم على الفطار بتاعي يستعمل التوستر. طب مين اخترع التوستر؟ وهكذا في حاجات كتيره جدا الواحد ما يفكرش فيها، فلقينا قلت ايه تبقى موضوع طريف نقدر نتكلم فيه. فقلت طيب نتكلم مين هم المخترعين دول اللي احنا بننسى اسمائهم وبنستعمل الاختراعات بتاعتهم. ده موضوع النهارده، وكده هنعمل دوره طفيفه، وان شاء الله على طول بعد الجلسه برضو المديرين يقابلوني تحت ان شاء الله في المكان المعتاد. هي انا قسمت في حاجات كتير قوي، و يعني النهارده هننتهي عند الانترنت، انما المرة الجاية نبقى نتكلم على حاجات في المواصلات وفي المباني. المباني مثلا مين اخترع الخرسانة المسلحة؟ مين اخترع الستيل؟ الأساسية؟ لا أنا اسمي بستعملها، بس هو مين اخترعها؟ ده السؤال، مين اخترعها؟ ده غير بقى لما نخش في الطب والعلوم، في كتير جدا طبعا في الآخر. إنما أنا هتكلم الأول على الكوميونيكيشن والبيرسونال افكتس والمكتب وحاجه على الانترنت. وعرفت الكوميونيكيشن يعني طبعا عارفين الكوميونيكيشن كده. طب مين اخترع الموبايل؟ في حد هنا ما بيستعملش موبايل؟ حد فكر مين اخترع الموبايل ده؟ فايه تعالوا بقى معايا في رحله ونسمع شويه عن الناس دي. انفكت هبتدي بالكوميونيكيشنز، اتصالات بصوره عامه. والاتصالات فيها حاجات كتيرة جدا، في بقى من التلغراف والتليفون والفاكس والجراموفون والسينما والتلفزيون، وفي البي سي ار والدي في دي والموبايل تليفون والانترنت والنافيجيتنج ويب وسيرش انجن الكمبيوترز هنحطهم بعد كده، وفي الووكمان والايبود والبلاك بيري والايفون، ونتكلم بقى كده عن الفيسبوك. إذا بدأنا بالتلغراف على إنه يمكن بداية عصر الاتصالات الحديثة، ف سامويل مورس عمل السنجل واير تلغراف سيستم، وكان كو انفنتر مع واحد اسمه ألفرد بيل لما عرف فيما بعد باسم المورس كود، اللي هي لأنه كان الاختراع الأساسي كان بفوته كهرباء في سلك واحد، فالسلك ده بيحول الناحيه الثانيه الى مغناطيس، فالمغناطيس بيشد حديده، فلما بيشد الحديده بيقدر يشدها مده طويله او مده قصيره، فلما يعملوا الحروف عباره عن مده قصيره ومده طويله يقدروا يبعتوا حرف حرف مسجز
بسرعة كهرباء. ده الجهاز الأصلي، وده اللي ممكن يرسل بيه كمان، لأن لما يعمل بصباعه كده بيقفل الكونتاكت اللي هنا وبيوصل الكهرباء والدايرة تقفل فتشتغل. فده كان الجهاز اللي كانوا بيستعملوه في القرن 19. سامي الموس مولود في القرن 18 ومات في آخر القرن 19، وكان شخصية يعني أخذ احترام وتقدير كبير جدا. وبدأت فعلا في أمريكا وفي أوروبا بالذات بدأوا يمدوا الكابلات ده هي التلغراف في كل مكان، ودي الأجهزة الإرسال والاستقبال بتاعة التلغراف القديم. وبعدين جت فكرة طب نوصل أوروبا بأمريكا، دي بقى كانت قضية كبيرة جدا، هنوصل أوروبا بأمريكا زي تايب في أمريكا أو في أوروبا، بنشد سلوك كده المحيط هنعمل فيه ايه. ففي فعلا الفكرة جت لجون سيل غوردن انه يعمل حكاية الترانس اتلانتيك كيبل، وعملوا اللينج بالترانس اتلانتيك كيبل، ويبان هنا كده ممكن فيه هنا هيبان في الادي كان شكله، كان مركب شايلة كابلات بقى صار وزن الكابل التخين اللي حاطينه في اعلى المحيط بالعمق بتاع المحيط بالمسافه اللي ما بين انجلترا وامريكا كانت حجمها قد ايه، فعمليه كبيره جدا. وادي الخط اللي اخذوه عشان يوصلوا ما بين شمال امريكا واوروبا، ده يعني كان عمل وقتها ما يقلش بالنسبه لعصره عن عمل مثلا بتاعنا احنا في القرن اللي فات بتاع ان الانسان راح القمر. وبدات الاتصال عليه، وكان ده بقى بدايه عصر التلغراف. انما التلغراف ده كل حرف لازم يتكتب كده، فكره الكلام على التلغراف. بدل ما يبقى التلغراف كان تليفون. تليفون له قصه طريفه جدا، طبعا احنا عارفين الكسندر جراهام بيل. الكسندر جراهام بيل هو الانفنتر بتاع التليفون، واخذ الباتنت بتاعه سنه 1876. بس هو عمل حاجات كتير قوي، اشتغل في الهيدروفويلز وفي الايرونوتكس، وبالنسبه للناس اللي مهتمه بقضايا المجتمع كان حتى بيسموه فادر اوف ذا ديف، لانه اشتغل كتير قوي مع المعاقين الصم اللي بنسمعه، و ازاي يقدر علمهم الكلام ويشركهم في المجتمع. انما ما كانش لوحده، كان عنده واحد اسمه إلايشا جراي. وإلايشا جراي اللي بعد كده كوفاوندد الويسترن الكتريك مانيفاكتشرنج كومباني. ويسترن الكتريك طبعا اللي راح امريكا عارف ان ويسترن الكتريك دي شركه ضخمه جدا، وعمل بروتوتايب للتليفون في الينوي سنه 1876. وهو جراي ده مش شخص بسيط، يعني عنده أكثر من 70 براءة اختراع نفسه. ايه رأيكم بقى ان التاريخ اللي بيقول ألكسندر جراهام بيل عارفين فرقت قد ايه؟ فرقت قد ايه؟ بالظبط ساعتين. بيل سلم براءة الاختراع بتاعته قبل جراي بساعتين.